بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا طلبه ثالث ثانوي في الفيديو الرابع. اتمنى ان شاء الله رب العالمين يعني يكون الفيديو الثالث اللي فات كان مفيد لحضراتكم وتابعتوني كويس في موضوع هاو تو انسر ذا دايلوج، ازاي تحل المحادثه. اتمنى ان شاء الله رب العالمين يعني يكون الفيديو ده مكمل ليك. كنا احنا سيبنا المره اللي فاتت طلبين، الطلب الاولاني ان انت حضرتك تحل الدايلوجز اللي موجوده في مذكره سكيلز، والطلب الثاني ان انت حضرتك تحل تستين الورك بوك اللي بعد الوحده 15. طبعا احنا عارفين ان في الحذف احنا واقفين لغايه 14، بس الامتحانين اللي بعد الوحده 15 دول مش على الوحده 15، دي امتحانين الورك بوك على الوحدات بدايه من 18. خلونا نبدا في الجزء الاولاني بعد اذن حضراتكم. لو احنا هنبدا بالهوم ورك، الهوم ورك بتاعنا المفروض ان هو بادئ عند حضرتك في مذكرة السكيلز بداية من صفحة 3. بداية من صفحة 3 دي الدايلوج ست بتاعت امتحانات الورك بوك. يعني انت شغال معايا اهو، ادي واحد، ادي اثنين، ثلاثة، أربعة، لغاية ما نوصل مع بعض الرقم 9. أيوه، عاوز تقول إيه يا مستر؟ عاوز أقول من 1 ل 8 دول على الامتحانات بتاعت الورك بوك اللي هو على الوحدات 3 و6 و9 و12. دول كده كل مجموعه عليها امتحانين، واحنا بنتكلم في 8 امتحانات ب8 دايلوجز اللي هم اللي فاتوا دول. فانا ارجو ان حضرتك ترجع لمذكراتي على الوحدات 3 و6 و9 و12، هتلاقي دول الدايلوجز من 1 ل 8 هتلاقيهم محلولين. راجع حلولك معايا، انا هبدا لك من اول 9. ومن حسن الحظ بقى ان من اول 9 ده يا سيد الدايلوج بتاع الامتحانين الواجب اللي هو موجودين على الوحده 15. فهيبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر واحد، بحيث ان احنا يبقى خلصنا هنا تمرين على الدايلوج، وخلصنا الدايلوج بتاع الامتحانات بتاعه ريفيو 5 اي. لو نروح بقى ل 9، ده اظن كده بتاع ريفيو 5 اي. هلا لما يقرا ميتنج ات بوك كلاب، بوك كلاب يعني حاجه زي بوك جروب، مجموعه للقراءه اللي احنا بنسميها مثلا مجموعه المكتبه مثلا، جامعه المكتبه. هلا بتقول there are only two of us here today. Where are the others؟ الباقيين فين بتوع مجموعه المكتبه؟ واضح ان رايح تقول تمام. They are watching at the tennis competition، بيتفرجوا على مسابقه التنس on TV. لان هو ده اللي ورد بعد كده في الاجابه. لما هلا قالت له اربعه كلمه مظبوط. I thought that the tennis competition was on TV. ماي قالت we need to choose a new book for our book club next month. كان في سؤال في رقم 2. Very good. What about اللي انا قلت المره اللي فاتت، what about دي بتسهل لك قوي، بتدي معنى ماذا عن، ومن الممكن ان انت تستخدمها للسؤال عن حاجات كتيرة قوي وما بتتطلبش كل اجزاء تكوين السؤال اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده. يعني بستخدم وات اباوت وبعدين الحاجه اللي بسال عنها، وليكن هنا وات اباوت ساينس فيكشن بوك، يعني ايه رايك ان احنا نختار كتاب عن الخيال العلمي؟ ردت مايا وقالت اي دونت لايك ساينس فيكشن، وات اباوت ا ديتكتيف ستوري. يعني ايه ديتكتيف ستوري؟ قصه مخبر. طب ما توسع المعنى اكتر. ايوه قصه مصر. تمام، واضح ان هالة هتقول هتوافق ولا هترفض؟ واضح من بقيه الكلام كده غالبا. ايوه رفض فعلا. نو اي دونت لايك ات، لا مش عاوز اني ديتكتيف ستوري. نو اي دونت لايك ات، وكملت اهو بتقول ديتكتيف ستوريز ار اول ذا سيم، دايما كلها ليها نفس الشكل والاحداث. ماي قالت جمله اي جو الونج وذ ذات نون فيكشن بوكس اولويز تيتش اس، الى اخر كلام. وليكن في رقم 4 تقترح ليتس تشوز ا نون فيكشن بوك. طب يلا بقى نختار ا نون فيكشن بوك، كتاب واقعي نون فيكشن بقى، يعني واقعي مش خيالي. قالت هي لا اي جو الونج وذ ذات، يلا فكروني كده بالتعليق ده اي جو الونج وذ ذات. فيري جود اي اجري وذ ذات، انا موافق على نون فيكشن بوكس الاخر كده. وبعدين 5 كانت الرد يس اور رايت اي ايميل ام، واضح في رقم 5. لا ده مش سؤال،
والراجل مش حاطط كويستشن مارك يبقى مش سؤال. بس الانسر يا مستر بدا بيس، ما ايه المشكله يعني؟ يس احيانا تستخدم لاستمرار الكلام وليس رد على سؤال. يعني ممكن هنا في رقم خمسه يقول مثلا وي شود ايميل ذا بوك تايتل تو ذيم. تاني حاضر، وي شود ايميل، ايميل هنا مستخدمه كذا بمعنى يبعت ايميل. ذا بوك تايتل تو ذيم المفروض ان احنا نبعت لهم للباقيين اللي مش موجودين معانا اللي بيتفرجوا على التنس عنوان الكتاب. ستة ذا نيكست بوك كان كلاب ميتنج جامده ويل بي ذا سكند انيفرساري. ها انيفرساري يعني ايه؟ ايوه تسلم. ذكرى صحيحه اوف ذا كلاب وليكن فرضا هتقولها لك اي ثينك ات ويل بي وندرفول مثلا يعني. طيب نروح بعد اذن حضراتكم ل 10 10 سمير از توكينج تو نبيل اباوت تمن هيز نيو تلفزيون. سمير الكلام ماي نيو تي في از ديفرنت تو ذا تي في وي هاد بيفور اند اي كانت تيرن ات اون. ممكن تكون البدايه مثلا كان يو هيلب مي، ممكن تساعدني. ممكن تكون في رقم واحد دو يو نو ذات اي بوت ا نيو تي في. ممكن طبعا الاجابات هنا مفتوحه مش هقول كل الاجابات. وصلنا الى اثنين. نبيل هيقول له اوكي كان يقول مين، ممكن يرد هنا اوكي اوكي. وكمل وقال اتس ذا سيم از ماي تي في ات هوم، ده نفس التلفزيون اللي عندي. وبعدين قال في ثلاثه كان يو جيف مي او شو مي ذا ريموت كنترول، ممكن توريني الريموت بقى بعد اذنك. فسمير يقول له ده ريموت كنترول يس اتس هي اوكي اتس وركينج ناو، او التلفزيون اشتغل. كان يكسبين واي اتس از اتس لوكينج فور تشانلز، اشمعنى يعني بيقول التلفزيون ان هو بيبحث عن القنوات. فرد نبيل اي رد هنا بقى وليكن مثلا اتس ناتشرال، ده شيء طبيعي يعني. ذا فيرست تايم يو دي يو مش يو تيرن ات اون، اول مره بتشغل التلفزيون الداونلودز بينزل ذا تشانلز ذات يو نيد. وصلنا لحضراتكم الى خمسه. It finishes at 7 o'clock، بيتكلموا على فيلم هيتفرجوا عليه. في رقم خمسه وليكن كان يو واتش ات وذ مي، كان يو واتش ات وذ مي. فاقول له اي كانت، واضحه. اي كود ماي ماذر اي بي هوم ات 6 11 اشرف عنده ايه؟ لا ار ويتنج ات ذا باص ستوب، مستنيين في الباص ستوب ما اعرفش الانجليز. اشرف بيقول اي هاف جود تو بي، يعني هاف جود تو فيري جود هاف تو يجب عليك. I have to be in the center of Cairo in an hour. المفروض أكون في وسط القاهرة بعد ساعة كده. هو ليه ذا باص؟ اتس ليت. واضح إن في رقم واحد هيكون عبارة عن سجستشن، اقتراح لأخذ المترو. ولكن مثلا وات أباوت تيكينج ذا أندر جراوند؟ إيه رأيك تاخذ المترو؟ ذا أندر جراوند إز فيري فاست. أشرف قال له I am meeting my friend at a bus stop، مكان اللقاء بتاعهم في باص ستوب في موقف الأتوبيس. في رقم اثنين ممكن يقول له وات اباوت تيكينج ذا اندر جراوند، ممكن نعيد ممكن نعيد لانها هتمشي مع بقيه الكلام. زين يو كان ووك فروم ذا اندر جراوند ستيشن، خدها بقى مشي من اندر جراوند ستيشن تو ذا باص ستوب. قال له هابس يور رايت اي هافنت يوزد ذا اندر جراوند بيفور، دو يو نو هاو تو باي تيكت، اشتري تذكره المترو ازاي؟ سهله طبعا. دو يو نو، فيقول يس اي دو مثلا، يس اي دو. هي ريز وات تايمز، يلا يا عم هقول لك اللي بيحصل اهو. فيرست اولا باي اتيكت، اشتري لك تذكره. قال له اوكي وات دو اي دو، اعمل ايه اكتر؟ اي هاف فوت اتيكت بعد ما اشتري التذكره فروم ذا تيكت اوفيس. فقال له يا سيدي انا بوت ذا تيكت انتو ذا ماشين، حط بقى التذكره في الاله. لو كنت رحت سعادتك المترو المفروض بعد ما تشتري التذكره بتمشي بتوصل لغايه اله كده فيها بيكون عليها حاجز، لما بتحط التذكره في الاله المفروض ان هو بيعديك. قال له اوكي وات دو اي دو افتر رن اي هاف بوت تيكت فروم، لا دي خلاص. از ات ايزي؟ قال له يس ات از، ذن ذا جيتس اللي ورا اوبن اند يو كان ووك اون تو ذا بلاتفورم تو ويت فور ذا ترين. سؤال اي دونت ونت تو جو اون ماي اون. ايوه تسلم، سهل. كان يو كام وذ مي؟
Can you come with me? ممكن تيجي معايا؟ قال له I don't want to go on my own. أنا مش عاوز أروح لوحدي. قال له يس أوكي. 12 مريم أند دينواء are discussing the musical instruments. آلات الموسيقى. يمكن دي بتاعت ريفيجن 5 دي. 5 دي. Which musical instrument؟ يعني إيه musical instrument؟ مية مية. آلة موسيقى. شو دي غير؟ إيه الآلة الموسيقية اللي المفروض نتعلمها؟ وليكن في كلام رواء مثلا يعني what about playing the drums؟ ايه رايك نعزف على الدرامز؟ ايوه. I'm not sure about that. The drums are too noisy. I like the band. What about the band؟ ايه رايك في موضوع البيان؟ I like to play the band. او ممكن تحطوا الاثنين. Let's play the band. Do you think we should have piano lessons every day؟ ناخذ دروس بيانو كل يوم؟ واضح ان الرواء هترفض. No, I don't think so. No. I think one lesson a week is probably enough. لا في حصص في الاسبوع مش كل يوم. طيب في رقم 5 بقى. What about practicing او how often should you practice؟ في رقم 5 how often should you practice؟ يعني how often؟ ايوه ايوه كم مره؟ كم عدد المرات؟ should you practice؟ طب نتدرب كم مره؟ فالرواء قال it's very important to practice every day. نتدرب كل يوم. يا مستر انا عاوز اقول لك حاجه ونسيت. مش هما كلموا قبل كده عن عدد حصص البيانو؟ امال وقالوا هناخد حصص الاسبوع. ايه حكايه بقى نتدرب كل يوم؟ مش هو التدريب هو الحصص؟ لا لا لا. الحصه بيجي مدرس يديهم حصه في الاسبوع اوكي. لكن التدريب ان هي تقعد على البيانو كل يوم تتدرب تعزف. فده غير ده. ولذلك في رقم 5 هنا هاو اوفن شود براكتس. طب نتدرب قد ايه؟ فقالت اتس فيري امبورتنت تو براكتس افري دي. نتدرب كل يوم. طب في رقم 6 كان براكتس ات ماي هاوس. طب ممكن بقى تيجي تتدرب عندنا في البيت؟ قالت ثانكس اي لاف تو براكتس ات يور هاوس. نروح ل 13 التليفون كول اتصلت بفيلم توين شروق قال ده ريفرنت اسامي. شروق بتقول هلو اي ام فولينج تو انفايت يو تو ا سمول بارتي نايت. عامله حفله صغيره كده. في رقم 1 ايوه فيري جود فيري جود واي ار يو جيفنج ذيس بارتي؟ انت قلت ايه يا مستر؟ جيفنج ذيس بارتي؟ اه هو دايما مع بارتي وكونسرت مع حفله موسيقيه دايما يستخدم جيف. واي ار يو جيفنج ذيس بارتي؟ انت عامله الحفله دي؟ انا تو سيلبريت لكي احتفل بي او نيو هاوس. New house, really? Yes, we have moved in. سؤال كانت الإجابة Oh, I will be very busy tomorrow. يبقى واضح السؤال الاثنين. Can you come tomorrow? Can you come to our house tomorrow? فكل أسماء Oh, I will be very busy tomorrow. But what about the day after tomorrow? طب إيه رأيك بعد بكرة؟ أجيلك بعد بكرة؟ فترد شروق تقول It's a good idea مثلا يعني. فشروق تقول I believe them to get this by. ممكن يكون الأسماء هنا فيها لخبطة شوية لكن الضايق كده. هتلاقوا هنا الضايق والزن أربع فراغات بس. الضايق زي كده أنا عاملها كنوع من أنواع التدريب. كنوع من أنواع التدريب. ناخد كمان واحد اللي هو 14 يلا يا سيدي. عاوز أختار لك واحد أفضل شوية. أيوه أختار لك 16. اياد ريسبشنست من الدايمز المشهوره يعني اللي هو حجز الفندق. اياد بيقول لا اي دونت بوك ا روم يعني بوك تمام احجز عاوز احجز اوضه. يلا في واحد هاو فيري جود لونج وين يو ستاي هير هتقعد معانا قد ايه؟ قال له فرونج اثنين يلا دي من الاسئله اللي انا قلتها اللي فاتت فيري جود سنجل اور دبل عاوز حمر الفرد واحد ولا الفردين؟ قال له سنجل بليز ثلاثة. ها؟ وين كان اي تيك ذا كي فيري جود اخد المفتاح واتيك؟ قال له وين كان ريسيف ات ناك خده من دلوقتي. أربعة فيري جود هاو ماتش از ات؟ السؤال بقى اللي احنا قلنا بنخلص بيه السؤال عن السعر وما تلخبطش نفسك بقى بكوست ودو وروم والكلام ده ولا لا 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 ثبت سؤالك عن السعر هاو ماتش از ات عن اي حاجة هاو ماتش از ات 30 pounds a day including breakfast. اتمنى ان يكون الجزء ده ساعد حضراتكم يا رب يكون ساعدنا
ونروح بقى على الجزء التاني اللي عاوزين نتكلم عليه النهارده، اللي هو ايه يا سيدي؟ اللي هو التستات اللي احنا قلنا عليها اللي على اللوحة 15. يا رب وفقنا يا رب. اخباركم ايه؟ عملتوا الجدول اللي انا قلت لكم عليه؟ فاكرينه؟ فاكرين الجدول؟ جدول ايه يا مستر؟ جدول مراجعه. لا كنت طلبت منكم النوبه اللي فاتت تعملوا لي جدول مراجعه على عشان تجهز نفسك للمراجعه. طبعا النهارده ان شاء الله رب العالمين انا هديك جدول مراجعه، هقول لك تراجع ايه وازاي ان شاء الله رب العالمين. ادي يا سيدي التست الاولاني اللي هو كنت قايل لحضرتك ان هو واجب. هنبدا في تشوز سريعا كده، هقول لك انت، هقول لك الاجابات يعني هقف مع شويه جمل كده، ارجو انك انت تركز معايا برضو في اللي انا هركز فيه. يا مستر يا رب ربنا يوفقنا ان شاء الله رب العالمين. وصلت انت عندك في مذكره الوحدات الاخيره في صفحه 33 في رقم واحد A making ليه ING. تمام تمام عندنا حاجه اسمها افعال الاعتراف. ادمت دي يعني اعترف. افعال الاعتراف زي ادمت وكونفيس واون اب تو كلهم بيجي بعدهم ING. اثنين C away في جيف اوي سوري A up في جيف اب يعني توقف عنه. ما عدناش الموضوع كان صعب فتوقفنا عنه. وصلنا الى ثلاثه بي تو باي. ليش يعني؟ فورجيت تو جيف نايت ليه؟ ايوه تمام تمام. احنا عندنا حاجه اسمها الافعال الخمسه. الافعال الخمسه فورجيت تو عكسها ريمبر وريجريت وستوب وتراي. قلنا الافعال الخمسه دي بيجي بعدها تو انفينيتيف لو الحدث ما حصلش. هنا الحدث ما حصلش اهو بقول ودوت هاف اني بريد ما عندناش عيش. يبقى علي في جود تو باي نسي ان هو اشتري. طالما الحدث ما حصلش نسي ان هو اشتري بمعنى ما اشتراش يبقى في جود اللي بعدها تو حصل. اربعه يا سيدي انا سي لاند مارك على ما برزه بتكلم على الايجيبشن ميوزيوم. خمسه دي درايفنج ليه اي جي هنا؟ ايوه ايوه عندنا ويل اسلوب. احنا قلنا من يوز تو بس زائد انفينيتيف، لكن لو عندي فيرب تو بي يوز تو يبقى يجي بعدها اي ان جي. سته بيرجن يعني منطقه الله ينور عليك. سبعه سي هات تو ما انت عندك يستر دي اهو ما. ثمانيه ايه اب في كلير اب ده ميستري يعني ايوه يعني فسر بس. تسعة يا سيدي أنا دي ندنت هاف أي ندنت هاف ريفايز ما كانش له لازمة إن أنا راجع. طب راجع ولا لأ؟ راجع بس ما كانش له لازمة لأن ما كانش فيه اسم. 10 يا سيدي أنا سي كونسنتريت يركز. وصلنا إلى واحد بي ماست يو ماست فيزيت لازم تزور المكتبه. اثنين
سنه يعني انا فقط ثلاثه. دي كانت بي كانت بي ديفكت، لا يمكن يكون صعب تو كلايم ده. ليه لا ليه لا يمكن يكون صعب ليه؟ ايوه في عندك سمول تشيلدرن ات ذا توب، في عيال صغيره طلعوا، يبقى اكيد الموضوع مش صعب بقى طالما اطفال طلعوا. كانت بي اربعه دي بالانس، في سولار بالانس يعني تمام، اللي هو خلايا الطاقه الشمسيه. طب ليه ما خدناش باور؟ سولار باور. اصل انا بتكلم هنا على سولار بانلز، خلايا الطاقه الشمسيه اون ذا روفز اوف ذا هاوس، على السطح بتاع البيت، اللي موجود على سطح البيت دي سولار بانلز، وليس السولار باور على اطلاقها يعني، دي الطاقه الشمسيه على اطلاقها. خمسه سي اوت نوت، في اوت نوت تو هاف ميد، ما كانش المفروض يعمل لها شيء. سته يا سيدي انا ايه كونكريت؟ خرسانه. سبع ايه مصنع دي؟ ما هو الطياره تاخرت اربع ساعات، يبقى اكيد كان في باد ويذر، يبقى مصنع دي. ثمانيه بي برنسون، اكيد موضوع الضلمه دي يعتمد على توقيت السنه، يعني عندك مثلا في الشتاء تلاقي الدنيا بتضلم. ايوه تمام بدري، يبقى دي بنزل. تسعه اكيد طبعا رقم دي مصن، اكيد بيبو المصن دي ممكن بجرس ممنوع ان هم بيمشوا على الحشيش، على الحشائش في البارك. 20 سي سجستشن فيري جود، الجمله فاكره بدات بيقول اي اهو. واحد يا سيدي انا دي شودنت هاف، يو شودنت هاف بوت كوت اون ذا فلور، ما كانش المفروض ان انت تحط البلط بتاعك على الارض. طب حطه ولا لا؟ ولذلك اتس ديتا شودنت هاف بي، حاجه ما كانش المفروض تحصل بس حصلت. اثنين بي ترانسبورتد تنقل. ثلاثه بي باينج ليه اي ان جي؟ ايوه رجلت دي من الافعال الخمسه، طب ليه بعد اي ان جي؟ لان الحاجه استنى، واضح ان هو اشترى كتاب بس طلع مطلوب. وصلنا الى 24 يا غالي اكيد دي كميات السمنه مصرف يومي. 25 دي ندنت، احنا قلنا ندنت دي معنى ايه؟ تمام دونت هاف، دونت هاف ملوش لازمه لان في حد هيغسلها في الدراجه. 6 ايه كونسيدر؟ از كونسيدر يعني فيري جود يعتبر. 7 ايه مايت هاف؟ هي مايت هاف كود اتريبيوت، احتمال يكون خد القطر اللي بعده. 8 بي دايميتر ده قطر الدائره بتاعت القمر. 9 يا سيدي انا ايه تو واي؟ اشمعنى تو انفينيتيف هنا؟ ايوه ستوب هنا جاي بعدها تو انفينيتيف لان واضح ان هو وين ستوب لما توقف ما كانش لسه اشتغل ولا حاجه لسه بدا يشتري بعدها ولذلك تو انفينيتيف. زي ما انت بتقول كده انا سامعك اهو، توقف لكي يشتغل. ايوه 30 سي بوزيشن يضع في مكان محدد لهدف محدد. القطع بتاعتنا بتتكلم على تاريخ عمل الكونكريت اللي هي الخرسانه، تاريخ عمل الخرسانه. طبعا اكيد ان انت قريت يمكن الاسئله هتوضح لنا الموضوع ايه. وات از امبريسيف اباوت ذا بانسين؟ بانسين اخرها ان بدل الاي دي ان، ده مبنى تاريخي موجود في روما. الذي يميز هذا المبنى هو الاختيار رقم فيري جود ايه. It has the largest concrete dome in the world. دوم يعني فيلا، قبة، قبة. اثنين، what did the Romans use in concrete to make it stronger؟ أمر غريب، الرومان استخدموا حاجة غريبة قوي عشان يقووا الخرسانة بتاعتهم. Very good. B, things that came from animals. طب فكرني كده إيه الحاجات اللي خدوها من animals؟ حاجات غريبة قوي زي الفات والبلاد والملك أضافوها للكونكريت، والغريب إن هي فعلاً خلت الكونكريت ستروندر. تلاته، اقول من كتاب ارتكل وات از ا داون سايد، يعني ايه داون سايد؟ فيري جود، درو باك، ديسادفانتج سلبيه، تو يوز الكونكريت ها خلاص انت عرفتها بقى. فيري جود، سي، ميكينج ات از باد فور ذا انفيرمنت. اربعه، هو انت فكر ذا الكونكريت از يوزد ان سو ماني ستراكشرز، ليه بيستخدم في مباني كتيره؟ ها اكيد سي، اتس سترونج اند ايزي تو بيك. خمسه،
عاوزين معنى ات اللي موجوده بالاحمر في القطعه اكيد ايه رومان كانتري 6، وعاوزين معنى كلمه فولكانيك اكيد عرفتها انت، سي فروم افولكينو 7. مين يا سيدي اللي اخترع الخرسانه؟ احنا طبعا بتوع كله احنا الانشنت ايجيبشنز. 8. اول بيت اتعمل من الخرسانه؟ ايوه يا سيدي مظبوط كده، انجلاند. 9. الذي يميز انواع الخرسانه في الاماكن المختلفه؟ ايجيبت. يوزد استخدموا هناك جراس اند نوت. روم يوزد استخدموا فولكانيك ستون. انجلاند استخدموا، لازم اذكر الثلاثه دول، استخدموا هناك يا سيدي لوكال ستونز. 10. هل تعتقد ان الخرسانه هتستخدم مور اور ليس، اكثر ولا اقل ان ذا فيوتشر؟ براحتك بقى. طب انت ميال ليه يا مستر؟ والله الاقرب للقطع لسه. بيكوز اتس باد فور ذا انفايرمنت. وصلنا بحضرتك للنوفل 1. مايكل وانت تو ماري في ليفيا، اكيد انت عرفت السبب بي صح، هي وانت تو بيكام بي. 2. روبرت عمل ايه لراسندال؟ اكيد فيري جود سي، يستاب هيم يعني غزو فيري. تسلم يا ولد. 3. هو اذا كنت كبت ها بي صح، ان اقولك استودا كانسل موت. 4. مايكل وانت ديزمين 2 اكيد رقم ايه؟ كيل ذا كينج اند هايد هيز بودي. 1. يا سيدي انا راسل ده ممكن يعمل ايه لي وهل لو رفض ان هو يشتغل معاه هي مايت كيل هيم؟ اوكي مش هقول لك. 2. راسل ده خاف ليه لما قالوا له ان انت ممكن تبقى ملك طول عمره؟ بيكوز هي ديدنت لايك ريسبونسابيلتيز فيري جود. 3. هل تعتقد ان راسل ده ممكن يدنه ملك كده فور ايفر الى الابد؟ والله براحتك. عاوز تقول نو؟ ماشي نو، بيكوز هي ديدنت لايك ذا كايند اوف لايف. He didn't write responsibilities. Dialogue. Dialogue احنا خلصناها فاكر؟ خلصت لك انا الموضوع ده في اللمحه اللي فوقي. يلا بينا على الترانسليت يا ريس. ابدا. تتنوع. ايوه احنا قلنا وانت بتترجم اللغه العربيه يفضل ان انت تبدا بفعل. الجمله الفعليه اقوى. تتنوع اللي هي فيري دي. تتنوع الالات الموسيقيه ميوزيكال انسترومنت المستخدمه في الموسيقى الشعبيه في الكوميونيزم من مكان لاخر. 2. الناس المهتمون برحلات الفضاء قلقون بشأن الآثار الجانبية السيئة. بروجرامز. يلا من المحتمل. يلا ابدأ. ملوش لازمة اتس بروبابل. ابدأ بالفعل على طول. تورستس مي، هي دي يا سيدي بقى اللي من المحتمل. تورستس مي بي فروم جابان از زي هاف ذا جابانيز فلاج العرب الياباني ان ذا هاندز. تساعد الكبار المعنوية. بريدجز هيلب سولف، ممكن هيلب زائد مصدر على طول. هيلب سولف ذا ترافيك بروبلم ان بيج سيتيز. التست الاولاني خلاص، اخد معاك التست الثاني. يلا يلا يا سريع. 1. ايه ترانسفورمينج؟ بمعنى تغيرت يعني تحولت. البيتش تغير بعد ما بنوا عليه هوتيل اصبح نويزي. 2. يا سيدي انا سي سين، عندك اسئله فيها اهو. 3. بي فاير وركس لعبنا ليه. 4. يا سيدي انا سي هاز جاست بين. يلا ما تقول لي هاز بين تو يعني تمام ذهب واحد. واضح ان هي راحت السوق ورجعت لان الاكل موجود اهو. 5. سي اواي في جيف اواي الى حد ما قريب هنا من جيف اوت يعني يوزع بيوزعوا في تي شيء مجاني. 6. دي ويل هاف دي زمان ايه ده؟ ايوه ده مستقبل ده مستقبل تاني بيدل على تمام حدث هيكون اكمل زياره فور كونتيننتس اربع قارات. 7. يا سيدي انا اكيد طبعا خدنا رقم دي هارفست اللي هو الحصاد المحصول يعني. 8. سينيزر، ما هم كانوا يدعونا ان احنا نروح البر. بطنيزر اصلا ما حدش فينا هيقدر ليه؟ وي ار شغل هنروح نتسوى يبقى مش هروح لك. اذا سينيز. 9. اي جريد، ها يعني ايه جريد؟ ايوه درجه في امتحان. امال يعني ايه ديجري؟ رقم دي دي شهاده جامعيه تمام. هنا طبعا عاوز درجه في امتحان، في امتحان الماس يبقى جريد. 10. ايه تو ديرتي، في تو ديرتي تو درينك. 1.
سي تايني بمعنى صغير جدا. اثنين دي ماست هاف بين اكيد كانت مندهشه ما كانتش متوقعه انها تفوز وعندك كل واضح. ثلاثه دي كريت كريت جوبز يعني وفر وظائف. اربعه سي ماي بي في مرور كتير في عربيات كتير احتمال نطلع. احتمال وطبعا عندك الجمله المضارع اوعى تروح لماست هاف دي ماضي 15 يا سيدي انا سي اب 4 في ميجا 4 يعني يعوض عوضناهم بقى ما راحوش البيتش فعوضناهم بان احنا جبنا لهم ايس كريم في البيت ميجا 4 يعوض. يا سيدي انا بي او 2 يجب ان تسوي شد. سبعه بي ريسبشنست موظف استقبال. ثمانيه ايه كانت هاف ما هم سات انا هاف يبقى زي كانت هاف مش ممكن يكون كسب. تسعة ايه كرييتف في كرييتف رايتنج كتابة إبداعية. عشرين سي هاتو يجب انك انت توصل لسن 17 سنة عشان تقدر تسوق عربية ده فين دي طبعا عندنا 18 كمان هاف واحد دي انرولد ها فكر يلا بان انرول اون اكورس ها ايوه يسجل اسمه كورس. اثنين ايه للانتهاء للانتهاء ما كانش لازم اجيب اكل بس واضح الفكره. ثلاثة سي بريزدنت رئيس دولة. أربعة سي ماست أي ماست ريمبر لازم أفتكر أعمل كده. خمسة بي بيولوجي علم الأحياء. ستة إيه بريكنج فاكر أنت الجملة دي كنا خدناها في التست اللي فات قلنا أدمت أفعال اعتراف بعدها أي جي. سبعة بي نيرهود يعني حي زي حي يعني ابو صيام كده. ثمانيه ايه ريدنج؟ واخدين بالكم هنا ستوب زي الغين جي لان الفعل ده كان بيتم. ستوب ريد توقفت عن القراءه كانت بتقرا وبطلت. تسعه ايه سوشيال شخص اجتماعي اما سوشيال دي للشيء احنا خدنا ايه سوشيال. 30 ايه ستينج ريمبر ذا اي جي لان الفعل ده كان بيتم. يلا يا سيدي انا على القطعه. القطعة بتكلم حضرتك على الساينس فيكشن رايترز اللي هم كتاب الخيال العلمي. ايه؟ واحد انيزولز جولي فيرن روت اباوت تكنولوجي كتب عن تكنولوجيا فيري جود انتوا فاكرين جولي فيرن ده كنا خدناه قصه في ثالثه اعدادي. ايوه جينيتال سنتر زي اخر. احنا واحد اختيار رقم ايه صح؟ كتب عن تكنولوجيا ذات كود ميك لايف بيتر بتخلي الحياه افضل. يعني جولي فيرن ده اتكلم عن الروكتس الصواريخ والسبمارينز الغواصات والطيارات قبل ان تخترع اصلا. فلا شك ان هذه الاختراعات بتحسن من الحياه. اثنين التاثير اللي حصل على الساينس فيكشن الخيال العلمي في الستينات ها عندنا حدث مهم في الستينات فيري جود بي سبيس ترافل انتوا عارفين اول هبوط على القمر كان 69. ثلاثه اسحاق اسيموف ده كاتب عن الخيال العلمي برضه اختلف عن بقيه كتاب الخيال العلمي في ايه؟ فيري جود رقم ايه صح؟ يوصف بالمستيك كراجل فيري جود متفائل. أربعة إن كونكلوجن وفي الختام النص قال لنا إن الساينس فيكشن ها أيوه ها أوعى تكون نمت مني سي صح anything might happen أي حاجة ممكن تحصل أي حاجة ممكن تحصل الخيال العلمي جدا يعني أنتوا لو شفتوا أفلام الخيال العلمي في الألفينات مثلا كنا بنشوف أفلام في سنة 2000 مثلا يعني عما سيحدث في 2020 كنا نقول ده عمر الكلام ده ما يحصل، الغريب ان هو في حاجات بدات تتحقق منه. خمسه عاوزين معنى زس اللي تحتها خط اكيد هي الاختيار رقم دي سبيس اكسبلوريشن. سته تيك اوفر تدي معنى سي جيت كنترول اوفر يسيطر على او يتحكم فيه. سبعه ما يميز كتابات اتش جي ويلز ان هو اتكلم على ذا دينجر اوف تكنولوجي دينجرز اوف تكنولوجي مخاطر التكنولوجي. ثمانيه اول كاتب حقيقي للساينس فيكشن للخيال العلمي ها حبيبكم بقى من ثالثه اعدادي جولي فيرن صح. تسعه ليه بقى الخيال العلمي بيتغير بمرور الوقت؟ اكيد بيكوز تكنولوجي ديفلوبس اولويز ديفلوبس التكنولوجيا دائما ما تتطور. عشره هل تعتقد ان الخيال العلمي سيستمر في ان هو يكون بالشهره دي؟ في رأيي يس. بيكوز
predicting about the future التنبؤ بشأن المستقبل is very important for us. وهو طبعا خيال علمي بيتنبأ بشكل المستقبل. وصلنا للقصة. روبرت عمل ايه لراسل دال في تيرنهام هاوس؟ فيري جود يا رجاله ممتازين. او لا انا اسف، روبرت قال ايه لراسل دال عشان ما يخليهوش يروح يقيم في الكاسل او في المانشن؟ فعلا خدنا الاختيار رقم ايه؟ ايه سيد ذا دو هذا دينجرس ديزيز. اثنين، روبرت ما يقدرش يقول ان راسل دال مش هو الملك. اكيد الاختيار رقم بي افضل من ايه؟ بي. بيكوز بيبول نو ذات هي كانت الملكه. ثلاثة، راسل دال وسابت وفريدز قرروا ان هما هناخد اختيار رقم بي، ميك ا موف يعني اتحركوا اجينست ذا. وان كان الورك بوك واخد دي، ميك يوهان اصفار، بس انا مش موافق على الاختيار ده. ليه؟ لان ده ما كانش اتفاق جماعي ما بين راسل دال وفريدز ويوهان وسابت. ده عمنا راسل دال لما خد فريدز وطلع بيه على الام عشان يقابل يوهان، فريدز اصلا ما كانش عارف هما رايحين ليه اصلا. فالافضل دي. أربعة. أربعة دي يا سيدي من السابع المحذوف. خمسة، هل أنت موافق إن روبرت كان ليس لا يحترم المبادئ؟ طبعا يس، هي ترايب أو هي ستابد راسل دال الترنوهام. اثنين، هل تعتقد إن البنت كانت على حق لما تأسفت لراسل دال؟ يس، بيكوز هير ماذر سيد ذات سينجز أباوت ذا كينج إن ذا ديورينج ذا فيرست فيزيت. ثلاثة، هل تعتقد ان راسل دال عاوز يبقى ملك على طول؟ في راي شخص نو. هي وونتد تو ريسك ذا كينج اند يعني ريتيرن هيم تو هيز ثرون. وصلنا الى الدايم ده خلصناه لو تفتكر. ودخلت على الترجمه. لم يكن، خد بالك من لم يكن دي عشان الماضي، عشان دي انتهاء في الماضي. لم يكن السواح في حاجه الى احضار المظلات امبريلاز لانها لم تمطر. اثنين، يخدم، قلت خد بالك من استخدامنا او بدأنا بالفعل في الجمله عند الترجمه الى العربيه، يخدم او تخدم خطوط مترو القاهره ملايين الناس في جميع انحاء اولوفر، يعني في جميع انحاء القاهره الكبرى جريتر كاين اللي هي القاهره والجيزه والقليل. وات كايند اوف فولك ميوزك، افتكر اللي انا قلته الحصه اللي فاتت. وات كايند بيجي بعدها اوف، وبعدين الاسم اللي بنسال عن نوعه، وكل ده لسه هيجي بعد المساعد. وات كايند اوف فولك ميوزك دو يو سجست ذا تورستس، خد بالك الفعل الاول ذا تورستس ليسن او شو ليسن. تو، اثنين، وستوبد، خد بالك من فعل ماضي توقفنا في الماضي، وستوبد باينج اي ان جي هنا بعد ستوب لان الفعل كان بيتم، وستوبد باينج ذا بريد فروم ذا سوبر ماركت هو وين يو، خد بالك من يو فعل ماضي عارفنا في الماضي، هو وين يو ذات ات از، خد بالك من ات لان بتكلم عن بريد انكاونتبل، ات از تشيبر ات ذا بيكري. يعني انا بشكركم شكرا جزيلا، واتمنى يكون الفيديو ده يعني كان مفيد ليكم، ومحتاجين اكيد ان انتم تشغلوه اكتر من مره عشان تقفوا على حلول اللي احنا قلناها. لكن خلونا اقول لكم المطلوب للمره القادمه ان شاء الله رب العالمين، احنا عندنا جدول مراجعه ان شاء الله رب العالمين هنزل صورته لحضراتكم على الواتس ان شاء الله رب العالمين. هنبدا بقى مراجعتنا، ربنا كرمنا بالحذف اللي تم، يبقى هنبدا بقى المراجعه، جدول المراجعه ان شاء الله رب العالمين للحصه الجايه باذن الله تعالى هيكون عندنا ان شاء الله رب العالمين مراجعه الوحدات 1 و2، وهتحلوا لي تيستات 1 و2 من ماي فريند ال 120 امتحان. انتوا عارفين في ماي فريند 80 امتحان وفي 120. احنا هنجيب ال 120 وهنحل عليه الامتحان 1 و2. ليه بقى اشمعنى 120؟ لان ال 120 فيه امتحان على كل وحده. يعني امتحان واحد ده على الوحده الاولى، امتحان اثنين على الوحده الثانيه. دول المطلوبين للحصه الجايه ان شاء الله رب العالمين. اتمنى ان شاء الله ان جدول المراجعه يراجع لكم باذن الله المنهج كله، سواء الوحدات او القصه او السكيلز زي الدايلوج والباراجراف والقطعه والترجمه كله. اتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد، وان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله تعالى. أشكركم والسلام عليكم.